السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار والحاجات دي كلها، يعني حتى اشوف ايه الحلول اللي بتطرح. فلقيت حلول غير عملية زي موضوع البيض الأورجانيك وهكذا. يعني ففي حل بسيط جدا، ألا هو ان الواحد يتجه لموضوع الفريلانسر. الفريلانسر بتلاقي فيه مواقع كتيرة جدا بتخليك تتعامل مباشرة مع عميل في أمريكا أو أوروبا بيكون عايز يعمل حاجة. ف لو هيعملها مثلا في بلده هتكلفه مثلا 100 أو 200 دولار، بينما ممكن يعملها مثلا في مصر أو في أي بلد عربي وهتكلفه مبلغ أقل بكتير، ممكن تكلفه مثلا 10 دولار وجودة أحسن. تمام. ففي مواقع كتيرة جدا ممكن تشارك فيها وتحط كل السي في بتاعك وتبدأ تشوف ايه الوظائف اللي بتنزل وتبدأ تتفاعل معاها. أول موقع عندنا أو إنجينيرينج، وده تقدر تضيف الخبرة بتاعتك، وده ميزته ان هو خاص بالمهندسين. هتلاقي في حاجات تصميمات انشائيه ومعماريه، حاجات خاصه اداره المشاريع، جرافيكس، تصميمات داخليه وديكور، برمجه مواقع وتطبيقات وهكذا. تمام. بتقدر تحدد الساعه بتاعتك بكام مثلا. يعني الساعه بتاعتك بتكون زي ما انت شايف المتوسط مثلا 5 دولار، وميزته ان انت شغال في البيت فمفيش مواصلات، مفيش بنزين، مفيش المشاكل دي. طيب بعد كده بتلاقي مثلا موقع زي موقع مستقل، برضو بتحط الامكانيات بتاعتك وتبدأ ان انت تبذل جهد في الشغل. يعني ما فيش حاجة اسمها فلوس هتجيلك من الهوا، لا انت بتشتغل. في موقع برضو خمسات، بتلاقي حاجات كتير جدا، بتبدأ تحط الوظايف. ويعني الموقع دي فعلا اعرف ناس كتيرة شخصيا كسبت منها مبالغ كويسة. طيب في موقع مثلا اسمه فريلانسر، برضو بتبدأ تسجل الحاجات بتاعتك. مفيش حاجة اسمها لا انا ما بعرفش اعمل حاجة، يعني في حاجات بسيطة جدا زي ممكن يقول لك ايه، سجل حاجة بصوتك، او مثلا حول من ترجم من انجليزي العربي مثلا، او صمم جرافيكس. اكتر حاجات بتكسب موضوع البرمجة. تمام. يعني تبص على الحاجات هتلاقي اكتر حاجات البرمجة. زي ما انت شايف مثلا في 140 دولار في 13 يوم. تمام. فبتبدأ تشوف الحاجات، بتبدأ تدخل منافسة مع الناس، وهو الراجل بيختار يشوف مين اللي يعمل له الشغل بتاعه. في موقع مثلا زي أبورك، ده برضو من المواقع المشهورة جدا في المجال دوت. تقدر ان انت تسجل فيه وتبدأ تشوف الشغل. طبعا زي ما انت شايف في ناس 20 دولار في الساعة، في ناس 50 دولار في الساعة، في 41 دولار في الساعة وهكذا. فبتبدأ ان انت تسجل، وتخيل مثلا انت كل ساعة، الساعة بتاعتك شغل ب75 دولار مثلا، او 50 دولار، او خلينا ناخد 20 دولار. تمام. فالموضوع مربح، واعتقد ده حل كويس جدا. حاولوا انتوا تشيروا موضوع الفريلانسر ده مع اصدقائكم، حاولوا تشيروا الفيديو دوت مع الاصدقاء بحيث ان ناس كتيرة تبدأ تتجه لموضوع الفريلانسر. في شركات كتيرة بدأت تعمل الموضوع دوت، يعني الشركة في الهند وفي تركيا وفي كذا مكان، بيبدأ واحد يروح مأجر ناس ويقول لهم انتوا عليكم بس تشوفوا الفرص الكويسة وتجيبوها، والناس تبدأ تعمل الشغل. ففي شركات بتعتمد على شغلها في قصة ان هو يلقط بعض الشغلات البسيطة ويخلصها ويعملها والحاجات دي كلها، ويبدأ ان هو يدعم الاقتصاد بتاع بلده ويدعم نفسه شخصيا في المقام الأول.